ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم على توقعات النص الثاني من شهر سبتمبر في 2019 لأصحاب برج الحمل. أصحاب برج الحمل، في عندكم هتكون تغيرات. هنبدأ بقى في التغيرات بتاعة شهر سبتمبر الحقيقية، بس هيبقى برضو هقول لكم نصائح أو نصيحتين كده هيكونوا مهمين جدا جدا، لأن انتوا عندكم توتر كبير جدا. عندكم شهر حلو أو النص التاني كمان هيبدأ ان هو يحلو أكتر، وفي تغيرات إيجابية من ناحية العمل ومن ناحية العاطفة، لكن هيكون في توتر زيادة وقلق زيادة، ودايما عندكم تشتت في الانتباه كده. هتحسوا ان انتوا مش عارفين تختاروا ده ولا ده، عندكم دايما الحيرة هتكون مسيطرة عليكم شوية. خلوني بس اقول التوقعات الاول، وبعد كده نتكلم في موضوع الحيرة والقلق والتوتر ده. اول حاجة من ناحية العملية، لا هيبقى هتحس يعني ان في خطوات ايجابية انت بقيت عليها، او في امل، في حاجة حلوة انت داخل عليها. ده بالنسبة للناس اللي عندهم مشروع خاص، لكن لو انت في مجال عمل مع شركة او حاجة زي كده، هيكون عندكم في منصب اعلى او مركز عالي، او في حاجة تغيير، والتغيير ده هيكون راضيكم الى حد كبير. لكن اصحاب برج الحمل عندكم في العمل هيكون في افضل، يعني احنا هنكون داخلين على حاجة افضل ماديا، افضل حاجة زي كده. لكن شاغل بالكم دايما ان انتم مش عايزين الافضل بتدريج، لا احنا عايزين نهب نطلع مرة واحدة. لكن ده بيكون بيخليكم تبقوا مش عارفين تركزوا في اللي لقيتكم، يعني ده بيخلي يعني انتم في ايدكم حاجة حلوة وطاقة ايجابية حلوة، انتم عايزين تستغلوا ان انتم تنطوا مرة واحدة او توصلوا لحاجة اعلى مرة واحدة. ده في حد ذاته بيسبب لكم توتر وقلق كبير جدا، ممكن يخسركم كتير. فياريت ان احنا نخلي بالنا نستغل الشهر ده، نستغل الحاجة الحلوة اللي جاية لنا، نستغل ان احنا بنعلى بشكل تدريجي. مش مهم ان نعلى مرة واحدة، بشكل تدريجي ده هيكون امان ليكم اكتر. ده من ناحية العملية. اما من ناحية العاطفية، عندكم في داخلين على السعادة، وداخلين على كلمات لطيفة تسمعوها، داخلين على راحة بال، داخلين على تفاهم ما بينكم وما بين الشريك. منكم اللي حتى منفصلين خايفين من الانفصال، او خايفين من فكرة ان انتوا ترجعوا وتفشلوا في الرجوع، لكن عندكم رجوع حلو، يعني عندكم هيكون في رجوع وفي سعادة، يعني انتوا داخلين على حب وعاطفة، عندكم العاطفة اللي مسيطرة عليكم. بس يغلبها قلق برضو، ودايما انتم اللي عشان تسيطروا على الموضوع دوت يا اصحاب برج الحمل، محتاجين جدا جدا تغيير لجو، تغيير للمكان اللي انتوا فيه. انتوا قاعدين في بيت، غيروا المكان، البيت اللي انتوا قاعدين فيه، خدوا اجازه من الشغل 3 4 ايام وروحوا لكم مكان كده، محتاجين ده جدا. انتوا محتاجين مكان تنتعشوا فيه، محتاجين تشوفوا ناس غير الناس اللي انتوا بتشوفوها بشكل يومي، محتاجين تتكلموا مع ناس انتوا ما اتكلمتوش معاهم قبل كده. ده هيفرق معاكم كتير جدا جدا. فعشان كده يا ريت اصحاب برج الحمل لو تقدروا تطلعوا سفرية كده بسيطة في البلد عندكم، يعني مصيف، حاجة زي كده، ده هيفرق معاكم كتير جدا جدا، هيساعدكم ان انتوا تدعموا الطاقة الايجابية، نقلل شوية من التوتر والقلق اللي موجود من الناحية العملية وكمان من الناحية العاطفية، على الرغم ان احنا عندنا ايجابيات وتغيرات ايجابية جدا، وهيكون شهر ممتع جدا. اما بقى بالنسبه للناس اللي بيتكلموا على انفصال، او مقررين ان هم ينفصلوا، او خلافاتهم قويه جدا توصلوا من الانفصال، احنا دلوقتي مش بنتكلم على الناس اللي كان عندهم انفصال وبعد كده يعني كانوا منفصلين اساسا، دلوقتي بنتكلم على الناس اللي مقررين ان هم ينفصلوا، او عندهم مشاكل، المشاكل دي وصلت ان في طرف ثالث او في اهل اتدخلوا في الموضوع، ده هيبقى عندهم مسبب لهم مشكله شويه. ده في منهم كتير هيكرر الانفصال، يمكن من اول الشهر انتوا في مشاكل كتيره مؤثره على حياتكم، قررتوا الموضوع الانفصال خلاص، ده هيفرق معاكم كتير، يمكن في الاسبوع الاول من النص الثاني من شهر سبتمبر. اخر بقى الاسبوع هيكون في حاسين بقى ان بطاقه ان انتوا خلاص كان في هم وزح، او على الاقل انتوا قد ايه موجوعين من الانفصال، لكن حاسين بارتياح من حاجات تانية. يعني من الاخر هيبقى برضو حاجة حلوة ليكم، يعني الانفصال مش هيبقى اخر الدنيا، لا هتحسوا ان هو يمكن كنتوا عندكم قلق منه، لكن بعد كده تحسوا ان هو حاجة عادية جدا، ويمكن احسن وافضل. كمان في منكم ناس، بس هيكون القلة هم اللي هيقرروا ان احنا نكمل عشان الدنيا تمشي، وده بيبقوا قليلين قوي من اصحاب برج الحمل اللي هيختاروا الاختيار ده، وانتوا عليكم ان انتوا تختاروا حاجة من الاثنين الافضل ليكم ولحياتكم ولبيتكم. كمان في حاجة تانية بالنسبة للناس اللي هم يعني مرتبطين لسه من قريب جدا،
قلنا قبل كده من النص الاول ان هم مش مرتاحين، مكررين حاجه، مش متفاهمين مع بعض. حاجه من الاثنين، يا تختاروا ان انتوا تتفاهموا مع بعض وتتكلموا على كل واحد عايز ايه او ايه اللي ناقصه ونفهم بعضنا ازاي، يا اما ان احنا نقرر مع نفسنا ننهي بقى العلاقه دي وخلاص. والكلام ده للناس اللي مرتبطين لسه من قريب، يعني من فتره شهرين ثلاثه مش اكتر من كده. دلوقتي او النص الثاني من شهر سبتمبر، اشخاص من عائلتكم بيقولوا لكم كتير ان انتوا تنفصلوا، وان هم مش عاجبهم العلاقه دي وشايفينها ان هي ممكن تكون علاقه فاشله. كتير بينصحوكم بالنصيحه دي. لو اللي بينصحوكم دول ناس هم في الاب او الام او اخوات اكبر منكم او حد فاهم قوي عنكم، بس الاب او الام اكتر، يعني اسمعوا كلامهم، اسمعوا كلامهم، لان هم هيكون ليهم رؤية خاصة جدا جدا في الموضوع ده. يعني مش عشان انتوا هتكونوا فرحانين من حتة ان احنا مخطوبين وان احنا مرتبطين اهو الحاجات دي، لا، اسمعوا الناس اللي هم هيكونوا اعلى منكم او اكبر منكم، لان هم هيكونوا شايفين حاجات انتوا مش شايفينها. انتوا يا دوب حاسين ان انتوا مش مرتاحين بس، لكن هم شايفين اللي اكتر من الراحة بتاعتكم، شايفين قدام علاقة هتبقى عاملة ازاي. ده من الناحية العاطفية. خلوني بس اقول لكم حاجة تانية مهمة جدا جدا، قلتها وهقولها تاني، لان عندكم هي بكت يعني كتير قوي قوي الشهر ده، وكمان انتوا بتعانوا منه بقاله فترة، يعني انتوا بتعانوا من السحر، من الحسد، من الحاجات اللي زي كده، من ناس حشر عينها معاكم في حياتكم بطريقة رهيبة جدا، انتوا بتعانوا منه بقالكم فترة. لكن الشهر ده كتير جدا جدا، حتى كمان هتلاقوا ان منكم كتير بيحلم احلام مش كويسه، احلام تدل ان في سحر او في حاجه زي كده. يمكن انتوا كمان حاسين بالاشخاص اللي ممكن يكونوا راشقين عينهم معاكم، حاسين حاجات في حياتكم، حاسين العاطفه عندكم، حاسين العمل، حاسين ان انتوا داخلين على حاجه جديده، فبصين لكم في حياتكم جدا جدا. ده بقيتكم انتوا ان انتوا تداروا على نفسكم كويس قوي قوي، وان انتوا كمان ما بلاش ان احنا حاجه مبسوطين منها نروح نزيع في الدنيا كلها ان الحاجه دي كويسه او الكلام ده، لا بالعكس، نداري على نفسنا جامد جدا، نشوف اي حاجه ليها ان احنا نحصن نفسنا ازاي، نعالج الدنيا اللي عندنا دي ازاي. منكم كتير زي ما قلت ان هو بيعاني من قلق، من توتر، من تشتت كبير جدا جدا. انتم محتاجين تغيير جو، لكن برضو محتاجين ان احنا نحصن الدنيا. يمكن انتوا اكتر اصحاب برج الحمل اللي عندكم الموضوع ده كتير قوي قوي شهر سبتمبر، بتمروا بمشاكل كتيره خاصه بالسحر والحسد، وانتم ممكن تكونوا مش فاهمين ده. يمكن كمان بيحصل معاكم خلافات مع مدير، مع حد من الاب او الام، حد مع الشريك، الحاجات اللي زي كده كلها ليها علاقه بالسحر، وانتم مش فاهمين اساسا الخلافات دي كلها جايه منين. يعني الخلافات بتطلع مالها كلها الدنيا عليا كده ليه؟ ده كله بسبب السحر او الحسد. كتير من اللي المشاكل انتوا فيها دي كلها او اكتريتها خلينا نقول كده بسبب حد من القرايب، حد قريبين منكم جدا جدا. تعالوا نتكلم على المواضيع الاجتماعية. النص الثاني من شهر سبتمبر عندكم فيه صداقات جديدة هتعرفوها. الصداقات الجديدة دي مش كلها صداقات كويسة، لا، نقدر نقول ان يعني صراحة هتكون 80% من الصداقات الجديدة دي كويسين وناس محترمين جدا، لكن نخلي بالنا من نقطة، ان حد ممكن يوقعنا في مشكلة من الاصدقاء الجداد. يعني الاصدقاء الجداد احنا ما نأمنش ليهم بسرعة. مشكلة عند أصحاب برج الحمل إنهم بيأمنوا للأصدقاء بسرعة، يمكن ما بتأمنوش للحب بسرعة، تأمنوا للأصدقاء بسرعة، ده حاجة غريبة يعني. فنخلي بالنا كويس جدا جدا، عندنا ده هيكون شوية في كتير يعني في شهر 9. كمان الاصدقاء اللي مع شاب وشاب، يعني مع رجل، في رجل او الموضوع ده اكتر بالنسبه للرجال برج الحمل، ان انتوا هتتعرفوا على اصدقاء جداد مش كلهم كويسين، في منهم هيوقعوكم في مشاكل، فياريت ان احنا نخلي بالنا كويس جدا. مش عارفه، حاسه ان الموضوع بيمط مني، المهم احاول ان انا انجز. في عندكم بشره حلوه جايه لكم في النص الثاني من شهر 9، هتحسوا ان في يعني في امل، في حاجات وتغيرات ومشاكل وحاجات كده، لكن ما يقابلها في حاجات ايجابيه كتير، في اخبار حلوه هنسمعها سواء من العائله، سواء هننتقل لحاجه جديده، حاجه زي في العمل لما قلنا ان هيكون في انتقال في العمل، في حاجه حلوه هتبقى في تغيير في حياتكم. كمان منكم كتير اللي كان بيهتم بنفسه من النص الاول من شهر 9، لكن هيحس ان هو
بقى عنده طاقه. الموضوع الاهتمام بالنفس ده هيجيب له طاقه ايجابيه، هيجيب له سعاده شويه، سواء كمان للبنت اكتر، هتحس ان لا في تغيير ايجابي، والتغيير الايجابي ده هينط على وشكم شويه، تحسوا ان لا هتنطقوا شويه كده. كمان من الناحيه الصحيه نقدر نقول ان حاجتين مع بعض، ان عندكم في ارتياح من الصحة النفسية وقلق من الصحة النفسية اللي هو توتر وقلق وتشتت وحاجات زي كده عم يسبب لكم أرق كتير جدا، وفي نفس الوقت مرتاحين شهر نص، يعني انتوا واخدين حبة كده وحبة كده، يعني في منكم اللي لا هو مش في منكم، هو انتوا عندكم الاتنين مع بعض، انتوا يعني اتنين في واحد، عندكم قلق وتوتر وارتياح في نفس الوقت، في الارتياح في مجال العمل لكن العاطفة ممكن يكون في شوية اختلاف. فعندكم دايما شهر 9 هيكون اتنين في واحد، الاكتر بقى اللي هو النص التاني، يعني هيكونوا اتنين في واحد، يعني بالظبط يعني كل حاجة اتنين في بعض، تشتت مع ارتياح، قلق واحتيار في حيرة، مع ان انتوا حاسين بامل وحاجة مشوقة جاية بعد كده، وفي عايزين بكرة يجي عشان نعرف الدنيا هتبقى ماشية ازاي. فالاتنين مع بعض ده مع ده شهر شوية غريب مع تغيرات ايجابية، لكن كل ده هيصب للمرحلة اللي بعد كده او الشهور اللي بعد كده بداية من الشهر الجاي. فاستمتعوا، حاولوا ان انتوا تستمتعوا، وحاولوا ان انتوا تحصنوا نفسكم كويس جدا، وحاولوا ان انتوا تغيروا جو، تعرفوا اصدقاء جداد بس ما نأمنش ليهم وما نثقش في اي حد بسهولة. ده كان اغلب التوقعات النص التاني من شهر 9 مع بعض النصائح. ارجوكم تعملوا النصائح دي، حتى لو مش هتسمعوا بالكلام بتاع التوقعات فاسمعوا كلام النصائح، هتفيد جدا جدا، انا عن نفسي بطبقها. طبعا بشكركم جدا وبعتذر ان انا طولت عليكم غصب عني، وبشكركم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.